الله يمسيكم بالخير يا الربع، ومعاكم علي بينوي من الفلبين، حياكم الله بحلقة جديدة. واليوم راح نتكلم عن الفيستا، وبدت وانطلقت اليوم الفيستا في عندنا بالبرنجاي. وطبعا احنا حاليا في البرنجاي عندنا، طبعا هذا واكي واكي ملابس مستعملة، اسعارهم يعني ما شاء الله، يعني هذا السوق عملوا من تقريبا شهر بلشوا فيه عندنا في البرنجاي. والحين في احتفالات يعني حاليا في البرنجاي حاليا، وطبعا فيها انا اغاني الناس، كل ناس حاطة قدام بيتها من عادتهم بيحطوا ايش طبعا هذا السوق حاليا عندنا. وطبعا في احتفالات اليوم في البرنجاي، ان شاء الله راح نصورها كلياتها، راح نكون معاكم اول باول. هذا هو الحين احتفالات الفيستا انطلقت عندنا في البرنجاي، وكل سنة انا بصور لكم الاحتفالات اللي بتصير عندنا في البرنجاي. وخلينا بس نروح عند الساحة اللي عند البرنجاي ونرجع لكم ان شاء الله. هاي بكويا. الاحتفالات حاليا الناس قاعدة تتوافد شوي شوي، الليلة يعني الليلة سهرة صباحي، وكل الناس قاعدة نفس الفيديو اللي كنت انا مصوره، كنت كاتب فيه عنوانه على ما اذكر، كان الديسكو بالبرنجاي او الناس ترقص بالشارع. واليوم الاحتفالات كل الناس جاية، لان اليوم انطلاقة الفيستا في فيكتورياس، وخاصة في برنجاي مالنا، برنجاي 19 في الفلبين. وطبعا هذه الفيستا راح تستمر لآخر تقريبا 7 8 1 ان شاء الله. هاي ان شاء الله الناس راح تحضر شوي شوي. هاي لو هلو. جانب الاحتفالات الموجودة عندنا في البرنجاي، وطبعا غير الألعاب والتسالي نفس الموجودة في مدينة فيكتورياس، الألعاب الجمبل والأمور هذه. الأجواء العامة عندنا في البرنجاي، هذه لعبة جديدة، هذه Yeah.
جديده، اول مره اشوف اللعبه هذه مالتهم. هاي بعض الالعاب اللي عنده، هاي الحلقات على الخمور. طبعا لا ننسى كمان جانب المطاعم والاكل الشعبي الموجود في الاحتفالات الفيستا. الناس هنا بالفلبين تؤمن بالحظ، يعني الناس الشعب الناس كلها تحب تجرب حظها، يعني هذه الأجواء. طبعا اليوم الانطلاقة عندنا في البرنداي والاحتفالات، راح أكون معاكم يعني أول بأول شنو في جديد عندنا في البرنداي. طبعا اليوم ما في ناس كثير بسبب طول امبارح واليوم أمطار قوية ما وقفت إلا قبل شوي يعني الأمطار.